ورحمة الله وبركاته، معاكم عبير ناجي من عالم بيرو. والنهاردة هنعمل بقى الكب الدمار الشامي اللي انتوا شايفينه ده. ده كب مانجا زي ما انتوا شايفين، بصوا طبقات كيك ومانجا وكريمة مانجا، وده كب شوكولاتة وسوري كيكة شوكولاتة وكريمة الشوكولاتة، وزوقتها تزويق بسيط زي ما انتوا شايفين كده بالاوريو وتشيكليت شيبس، وديت حطيت عليها شويه مانجا وشويه شوكولاته ابيض وشويه صوص كراميل بسيط. ده الكب دوت يعني مشروعات قايمه عليه، بس بتعمله في الفيسبوك والاونلاين. احنا انا عملته بقى ببواقي الكيكه اللي عندي، شويه كيك عندي باقي من كل الوصفات اللي بعملها، كيك فانيليا وكيك شوكولاته وشويه من كريمه الشوكولاته وكريمه الكريم شانتي كانت عندي، جمعت كل ده وعملت الكب بيها. طبعا اللي يحب يعمل الوصفه من الاول ويعمل الكيكه من الاول ويعمل الوصفه ديت تبقى تحفه، تحليه تحفه للضيوف يا جماعه. وكمان الولاد بيحبوها جدا، انا اخدتها من بقهم عشان الحق اصورها. يا ريت بقى اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس وما ينساش يعمل لي لايك. تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي. وعشان نحضر الكب بتاعنا بقى، الكب الدمار الشامل ده، انا جبت كل الحاجات، لميت كل الحاجات البواقي عندي. يعني عندي باقي كان جناش شوكولاته حط عليه كريم شانتيه اهو، طبعا ده كريم شانتيه عادي، احنا ممكن نحط عليه شويه كاكاو او شويه شوكولاته متسيحه كده على النار بشويه لبن، بس هو هيبقى كده زي الموس بالظبط. ودي كريمه كريم شانتيه ابيض حطيت عليه شويه من صوص المانجا البوريه اللي معانا ده، بس كده. بواقي كيكه عندي كانت كيكه شوكولاته كنت عاملاها الديسباسيتو ساعه الديسباسيتو، وبواقي كيكه بيضه برضو عندي، وده منجايه كده، ودي بقى منجايه كده انا كنت مخزنيها في الفريزر طلعتها وقطعتها بقت بوريه زي ما انتم شايفين كده، برضو هنستعملها. والكب بقى بصوا الكب التحفه ده بيتباع عند كل الناس بتاعت مستلزمات اللي هي بتبيع المناديل والاكياس والحاجات دي والكب كيك وقوالب الكب كيك والحاجات دي. بصوا كب كامل كده بجنيه، يعني بيرخص جدا، يعني بيفرح الاولاد. طبعا لو عايزين تستعملوا اي كاسات او كوبايات عندكم مفيش مشكله. وشويه بقى شوكولاته كده واوريو وشوكولاته بيضه مبشوره من عندي عشان يعني لو احتجت ازوق بيهم. وتعالوا بقى نشوف هنام. شويه برضو صوص كراميل كان عندي من بواقي برضو الشغل اللي انا بعمله، شويه صوص شوكولاته جناش برضو من بواقي الشغل اللي انا بعمله. يعني كل الحاجات دي بواقي يا جماعه عندي في الفريزر، ما برميش حاجه، كل حاجه بخزنها كويس واربطها كويس او احطها في علبه واحطها في الفريزر وارجع استعملها تاني. يلا بقى نشوف هنعمله ازاي. هجيب بقى اول كوب معايا وابتدي احط فيه قطع من الكيك، يعني بطريقة عشوائية يا جماعة، مش لازم حاجة منتظمة قوي، مفيش مشكلة، كل ده بيدوب مع بعض كده واحنا بناخد معلقة بيطلع فيها كل الحاجات دي. بصوا انا حطيت كوباية نص كوباية لبن بس ومعلقة سكر عليها عشان خاطر ايه اطري الكيكة بتاعتي. احط بقى ايه عليها طبقة، احط عليها طبقة كريمة، الكريمة اللي انا حطيت عليها شوية من بوري المانجا بالمنظر ده، واحط بقى شوية من المانجا بتاعتي عليها. بسم الله، تمام كده. ارجع بقى احط طبقة كمان من الكيكة بالشكل ده كده، قطعة هنا قطعة تانية كده. عارفين كمان في ناس الكيك ده بيتفتفتوا، حط عليها شوية لبن ونهرسه كويس مع بعض زي الكيك بوبس كده، واسقيها بس شوية بسيطة من اللبن عشان الكيكة بتاعتي تكون طرية معايا. وهرجع بقى احط طبقة تاني من الكريمة. انا قلت لكم على الاكياس دي قبل كده، اكياس السبوع دي بتسهل معايا قوي ان انا احط اي حاجه. هلمع بقى اجيب منديل
بسهولة واكياس رخيصة جدا زي ما قلت لكم. انا جايبة المية بـ20، يعني واحد تقريبا واقف بربع جنيه بس كده. بقى ايه، امسح الحتة اللي طلعت عليها دي كده، حط عليها شوية بقى كده من صوص المانجا فوق كده في النص، خلاص بس كده. انا مش هحط حاجة تاني في القب ده، واقفله. او سوري، انا جايبة الغطا. خلاص كده مش هحط تاني على القب ده، واقفله بقى بالغطا بتاعه. ويبقى كده اول قب معايا جاهز زي ما انتم شايفين كده. بصوا المانجا والكيكة والكريمة، بصوا شكله اول قب جاهز معايا كده. واعمل قب تاني، اعمل لكم بقى قب شوكولاتة. بصوا انا عملت التاني بقى، وحطيت عليه شوية من صوص الكراميل، وممكن احط عليهم برضو شوية من الشوكولاتة البيضة كده. ويبقى كده اول قب مانجا معايا جاهز. اوكي تعالوا بقى نشوف هنعمل الشوكولاتة ازاي. طب يلا نحضر كب الشوكولاتة بقى بنفس الطريقة. هجيب الكيك بتاعي احطه من تحت، بحاول اظبطه يعني، وبرده اسقيه شوية من اللبن عشان الكيك يكون طري معايا. على اللبن شوية، اجيب الكب بقى كده اهو، واحط كريم شانتيلي معايا اللي عليه كانيش الشوكولاتة اهو، الطريقة دي. وهرجع بقى احط تاني طبقة الكيك بتاعي. بلاش دي كده، ايوه برضو اسقيه شوية من اللبن يا رب تكونوا شايفين. وارجع احط بقى تاني عليه شوية من موس الشوكولاتة ده، انا بحس ان هو زي الموس والله كده. سوري، ممكن بقى نحاول نزوق اي تزويق بسيط، ممكن نحط مثلا كده واحدة اوريو وحواليها شوية شوكليت شيبس. هحط بقى عليها شوية صوص كراميل، عاشقة الكراميل. الكراميل ده يا جماعة انا بموت فيه، بحب احطه في اي حاجة ومع اي حاجة كده. وكده الكب الاولاني تمام، نعمل واحد تاني بقى، احط برضو الكيكة بتاعتي. بصوا البواقي دي يا جماعة والله بتطلع منها حاجات، يعني ده ممكن ننقذكم يعني لو جالكوا ضيوف، على يعني انا لو جالي ضيوف فجأة كده كنت هطلع كل ده واعمل لهم يعني احلى كب في الدنيا، يعني زي اللي بيتباع بره. تعرفين الكب بيتباع بكام؟ من 15 لـ20 جنيه. بصوا يعني عملناه بشوية بواقي عندنا، محدش يقول مفيش بواقي، لان كل ما بنعمل اي وصفة دايما يتبقى منها شوية حاجات كده نركنهم منعملش بيهم اي حاجة، طلعهم ممكن ناكلهم كده يعني. قطع بقى كده نظبطها تمام كده. طلع كل الباقي في الكيس بتاعي. عملت اهو 4 قبات بالحاجات اللي بقيت عندي دي، ولسه باقي حاجات كتير كمان. حاول اظبطها بقى بمعلقه، اظبطها بمعلقه بقى كده، والباقي دوت انا مش هسكت يعني هجمعه واعمله كيك بوبس.
مش هدخله تاني التلج خلاص، يعني اللي يدخل مرة ويخرج ما ندخلوش تاني، احاول اعمل بيه اي حاجة دلوقتي. نفس الحكاية احط واحدة كده من الاوريو ده، اي تزويق بسيط يا جماعه يعني اي حاجه. وبعدين على فكره احنا ممكن نعمل الوصفه دي من الاول، يعني نعمل الكيكايه ونجيب كريم شونتي ونحط عليه شوكولاته، يعني نعملها مش لازم تبقى بالبواقي برضو. احط شويه عليها، انا عندي صوص شوكولاته ما استعملتوش. مفتوحه اهي، ايوه الفتحه اهي. بص انا بحط كمان الصوصات في الكيس الثلاجه العاديه دي، يعني ولا في كيس حلواني ولا في اي حاجه، برضو نستعمل دي لان كيس الحلواني اصلا غالي. طب ليه وبعدين نهدره؟ يعني نستعمله مره وهنرميه؟ لا، فيه بواد يعني بدائل كتير جدا ممكن نستعملها كده. تمام، تعالوا بقى نحطهم في الثلاجه شويه عشان يسقعوا ويمسكوا نفسيهم كده ونقدمهم بقى. انا خلاص طلعت الكب بتاعي بعد ما سبته شويه في الثلاجه عشان يمسك في نفسه شويه والكريمه تجمد ويشرب من بعضه. دلوقتي احنا هناكله على طول، يعني لحقته من بق الاولاد عشان اصوره لكم بس في الاخر. بصوا الكب والمانجا بتاعتنا، بصوا بقى المانجا، طبقات المانجا والكريمه، يعني كاننا بناكل جاتو مانجا على طول. والغطيان كمان بصوا لذيذه جدا وبتدي جو كده للولاد ان احنا جايبين حاجه جاهزه من بره. طبعا في مشروعات كتير في الاونلاين دلوقتي ماشيه على الموضوع دوت، بتبيع الحاجات ديت ومربحه جدا. يعني احنا بالنسبه لنا هنا انا عملت البواقي اللي عندي، بس احنا ممكن طبعا نعمل كيكه ونعمل الطبقات من الاول، وبتبقى حلوه طبعا. جينا لما يجي لنا ضيوف او حاجه بنقدمها لهم، تبقى تحليه في منتهى الجمال. اللي مشتركش بقى في القناه يا ريت يشترك ويفعل الجرس وما ينساش يعمل لي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.